الرئيس الموريتاني يزور قرية التراث والثقافة المنظمة على هامش القمة العربية. الاستعدادات لاجتماعات القمة العربية تثير إشاعات بنواكشوط حول حقيقة التنقل بين أحياء المدينة، وجهات نافذة في الشائعات. مالي تعلن مقتل 17 من جنودها وجرح 35 بعد سيطرة جماعة مسلحة على قاعدة عسكرية. أهلا بكم إلى أخبار الساحل، وهذه تفاصيلها. نظم الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز اليوم زيارة ميدانية لقرية التراث والثقافة المنظمة على هامش القمة العربية 27، والتي ستنطلق أعمالها يوم 25 من الشهر الجاري. وكان الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز قد تحدث مع بعض المسؤولين حول مدى جاهزية هذه القرية التراثية واستطاعتها في التعريف بموريتانيا. منظمة فيها مخطوطات وفيها الكتب المؤلفة من طرف موريتاني، وفيها الآثار، وفيها المواقع التراثية الموريتانية المسجلة على لائحة التراث العالمي، وفيها المسجلة على لائحة التراث الوطني، وفيها التراث الثقافي اللامادي، وخصوصا البرنامج الوطني لإحياء التراث القيمي الذي أطلقته الحكومة مؤخرا في إطار المخطط الوطني للتنمية الثقافية. هناك أيضا عدة أجنحة أخرى، فيها الفن التشكيلي، فيها السينما، فيها السجاد التقليدي، وفيها كذلك الصناعة التقليدية والألعاب التقليدية، وهناك محضرة خيمة مخصصة للمحضرة. انعقدت بقصر المؤتمرات اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، وذلك لمناقشة أبرز الملفات الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء. ومن المنتظر أن يوافق المجتمعون على إنشاء منظمة عربية متخصصة في المجال، تكون المشرف الفعلي على قيام المنظمات الفاعلة بالمهام والمسندة إليها. يأتي هذا ضمن الانطلاقة الرسمية لفعاليات قمة الأمل بنواكشوط لأول مرة في تاريخ البلاد. نتابع. المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية ينعقد للمرة الأولى في العاصمة الموريتانية نواكشوط بعد اعتماد الأحرف الأبجدية بالنسبة للدول الأعضاء. المهمة المكلة لهؤلاء تكمن في تحقيق أهداف الجامعة الاقتصادية والاجتماعية كما في نص ميثاقها، بالإضافة للموافقة على إنشاء أي منظمة عربية متخصصة والإشراف على حسن قيام المنظمات الحالية بمهامها في المواثيق وفق الأحكام المقررة. ينعقد هذا الاجتماع لبحث الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة على أعمال القمة العربية، وهذه الموضوعات لها أهمية قصوى في أجندة العمل العربي المشترك، لأنها تمثل أحد الأكثر الأبعاد العملية والتطبيقية للتكامل العربي. رئاسة موريتانيا للقمة العربية عمليا منذ الجلسة الأولى لكبار المسؤولين الاقتصاديين وتقديم مقترحات للقادة العرب بمشاريع اقتصادية مشتركة بين الدول العربية في مجالات الطرق والكهرباء وغير ذلك من المشاريع التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي ستنعكس لا محالة على شعوب هذه البلدان حسب أصحاب الصياغة. الاجتماع تضمن عدة محاور شملها برنامج العمل. هذه المحاور منها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي ومتابعة تنفيذ قرارات قمة الرياض الثالثة، بإضافة إلى مواضيع أخرى تتعلق بالطاقة وتتعلق كذلك بمشاريع كبرى في الوطن العربي، منها مشروع الربط البري ومشروع الربط الكهربائي ومشاريع أخرى تتعلق بمجالات مثل الطاقة ومثل المجالات الزراعية إلى غير ذلك. يوم من العمل عكف عليه هؤلاء لتقديم مشروع الدورة التحضيرية للمجلس الاقتصادي التي تسبق قمة نواكشوط، بالإضافة لجدول أعمال الدورات غير العادية. وإن كان عديد شعوب هذه البلدان يأمل من قمة الأمل حلولا سحرية للمشاكل العربية المزمنة وغيرها، وإن كان المجال الاقتصادي لا يقل أهمية عن المجالات الأمنية والسياسية المشتركة على أرض قد تكون أكثر استقلالا على الأقل جغرافيا من تلك التوترات والنزاعات المحتدمة على السلطة في بعض البلدان العربية. نتابع فيما يلي مسار جامعة الدول العربية.
أهلا بكم. تأسست جامعة الدول العربية في 22 مارس 1945. تضم الجامعة اليوم 22 دولة عربية. يقع مقر الجامعة العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، ويقدر عدد مواطني الدول العربية بأكثر من 400 مليون نسمة. تبلغ مساحة الدول العربية مجتمعة أكثر من 13 مليون كيلومتر مربع. حجم الناتج المحلي العربي لأعضاء جامعة الدول العربية يشكل حوالي 3% من الناتج العالمي، ويلعب النفط دورا كبيرا في هذا الرقم. نسبة الأمية تزيد على 27%. اللغة العربية هي اللغة الرسمية في جميع الدول العطاء بالجامعة العربية. تضم الجامعة عدة هياكل تنظيمية، هي مجلس الجامعة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، المجالس الوزارية المتخصصة والأمانة العامة. تسعى الجامعة العربية إلى توثيق الصلات بين الدول الأعضاء وصيانة استقلالها والمحافظة على أمن المنطقة العربية. أخفقت الجامعة العربية في أغلب القضايا التي تكتسي طابعاً سياسياً، وبالمقابل نجحت في بعض القضايا خصوصاً المتعلقة بالتعاون الأمني بين الدول والتعليم والثقافة. شكراً بلول. وفي نفس السياق، دائماً يحظى منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية بعدة مهام نتابعها فيما يلي. خلقت إجراءات التنظيم والتحضير لقمة الجامعة العربية بنواكشوط عدة شائعات حول تحويل مدينة نواكشوط عاصمة عسكرية محظورة التجوال والتنقل، خصوصا من وإلى وسط العاصمة ومقر الإقامة وقصر المؤتمرات، وهي الشائعات التي نفتها جهات نافذة لتلفزيون الساحل. وكانت العاصمة نواكشوط شهدت منذ الأسابيع الماضية ديناميكية كبيرة بهدف تعجيل انتهاء الأشغال في الشوارع الرسمية للمدينة. وللمزيد حول الخطة الأمنية المواكبة للقمة العربية ينضم إلينا مفوض الشرطة القضائية محمد بابا والأحمد يورا. أهلا بكم سيد مفوض. أهلا بك. بداية سيد مفوض، التحضيرات للقمة أثرت إشاعات حول الإجراءات الأمنية المصاحبة حول إغلاق الأسواق، مثلا نقطة ساخنة، منع أي إجراءات اجتماعية بمقاطعة تفرق زينة. ما حقيقة هذه المعلومات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا شكرا لكم على الاستضافة. الحقيقة عن فهم إجراءات إدارية وتنظيمية، إجراءات روتينية إدارية وتنظيمية لمنع احتلالات الساحات العمومية، سواء كانت هذه الساحات ساحات عمومية والله أرصفة، وذا مجبور منه لا تسهيل حركة المرور وإعطاء الوجه الملي الحضاري للمدينة. جميل. البعض يخشى بأن تتحول الأحياء السكنية مثلا كتفرق زينة وسط العاصمة كابيتال مناطق من الأقصر إلى إذا كانت عسكرية ممنوعة التجوال، يعني وشاهدنا اليوم يعني حركة أمنية غير تقليدية بالمعنى. بالعكس، هذه الحركة الأمنية هي اللي تسهل حركة المرور في هذه الأحياء اللي هي موازاة مع الحدث العظيم اللي تنتظره المدينة. يعني حركة أمنية عادية جدا. عادية جدا. روتينية. جميل. إلى أين وصلت الخطة الأمنية لتوفير إجراء مثلا أجواء نفسية وعملية لانعقاد القمة وتسهيل مهام يعني ضيوف نواكشوط قمة الأمل؟ الخطة الأمنية خطة موازية لجميع مراحل تنظيم القمة، في كل مرحلة عندها خطة أمنية موازية لها، وكالعادة الخطة الأمنية موازية. كيف سيكون التعاطي الأمني؟ يعني دعنا التعاطي الأمني مستقبلا مع مثل هذه الشائعات، تحميل الأجهزة الأمنية بأنها أعطت أوامر حول مجموعة من النقاط كذا وكذا، يعني هو سيكون التعاطي قانوني كان فيما يلزم من الناحية القانونية. نحن رجال الأمن نحمي القانون، أي تعاطي يجب أن يكون في إطار القانون. جميل. ما الذي أضفتموه هذه المرة في تنفيذ خطة أمنية لحماية حدث بحجم القمة العربية غير يعني التحضيرات الأمنية أو الإجراءات الأمنية المتبعة والروتينية كما قلتم؟ فهم خطة أمنية، هناك إضافات نوعية كما وكيفا تكون على قدر الحدث. سيد المفوض شكرا جزيلا لكم، كنتم ضيفنا في هذه النشرة. شكرا جزيلا. ويمكنكم متابعة ملف مفصل عن التحضيرات لقمة الأمل بعد هذه النشرة مباشرة.
قال رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية سيدي محمد المحم إن الساحة السياسية الموريتانية تعيش حالة صعبة تمارس فيها المعارضة دورها بصفتها ليست كرتونية، منبها على تعزيز ثقافة الديمقراطية باعتبارها الخيار الوحيد أمام الطيف الموريتاني. نحن أمام حالة صحية، حالة ساحة سياسية جدا حية، طبيعي معارضتنا ليست معارضة كرتونية، معارضتنا لها رأيها تتفاوت حدة وباختلاف كل بحيث تمثل كل الآراء المطروحة، لكن مع ذلك نحن أمام ساحة سياسية حية متطورة ذات دفع كبير من ناحية الأداء السياسي، وبالتالي نتمنى أن تتطور، وأعتقد أن هذا ما ينقصنا على طول خريطة الوطن العربي هو تعزيز الديمقراطية، تعزيز الحريات، تعزيز بناء المؤسسات ونشر ثقافة الديمقراطية. شكل احتضان نواكشوط للقمة العربية فرصة لهدوء الأجواء السياسية بين فرقاء المشهد الموريتاني، وغاب الحديث عن واقع الحوار وتحدياته التي ظلت سلوكا لم يخلو من الاتهامات والاتهامات المضادة. نتابع أجواء قمة العرب تخيم على سماء العاصمة نواكشوط منذ عدة أسابيع، توارت غيوم السياسة وانطفأت حدة السجال بين الفرقاء، فاستقبال العرب بالنسبة للجميع معارضة وأغلبية يبدو أنه أولى من الارتهان للخلافات الداخلية. يبدو أن الجميع اتفقوا على طي الخلاف إلى إشعار آخر، فهذا رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية سيدي محمد المحم يقول إن المعارضة الموريتانية ليست معارضة كرتونية، وهو ما فهم على أنه مغازلة ناعمة لأحزاب المعارضة ورسالة طمأنة بخصوص ملف الحوار المنتظر إجراؤه بعد قمة نواكشوط. تصريحه المحم سبقه بيان لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل، عبر فيه عن ترحيبه بالوفود العربية المشاركة في قمة الأمل، وهذا أيضا فهم على أنه عربون مودة للنظام من طرف أكبر أحزاب المعارضة تمثيلا في البرلمان. الهدوء الذي يخيم حاليا على الساحة السياسية الوطنية تفاهم ضمني بين مختلف الفرقاء من أجل ضمان تنظيم قمة ناجحة، وهو الهدوء الذي قد يسبق عاصفة سياسية ينتظر أن تنطلق مباشرة بعد القمة، حيث ستبدأ الترتيبات للدخول في حوار سياسي انتظره الموريتانيون زمنا طويلا. أعلنت وزارة التهذيب الموريتانية عن النتائج النهائية لامتحانات البكالوريا في مجالات العلوم الطبيعية والآداب العصرية والأصلية، وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق عن نتائج شعبة الرياضيات والشعبة التقنية. رغم تراجع نسبة النجاح في مسابقة البكالوريا لهذا العام عن العام الماضي، إلا أنه تميز بتصدر الفتيات لثلاث شعب من أصل أربعة، هم شعب الرياضيات والعلوم الطبيعية والآداب الأصلية، وكأنهن ترسلن رسالة مفادها أن التميز ليس حكرا بالرجل، وأنهن قادرات على المزاحمة في كل ميادين الحياة وبتميز. شعبة الرياضيات التي كان لهن فيها نصيب الأسد هي التي تصدرت نسبة النجاح بمعدل 17%، فيما احتلت الآداب الأصلية المرتبة الثانية بنسبة 6.4%، بينما تراوحت شعبتي العلوم الطبيعية والآداب العصرية بين 5.4 و2.3%. أزيد من 45 ألفا مسجلين في مسابقة البكالوريا، وصلت نسبة المتغيبين منهم عن امتحان الدورة الأولى أعلى من نسبة النجاح، حيث وصلت 8%، فيما كانت نسبة النجاح 6% فقط. هو إذن واقع التعليم الذي لم يعد بالإمكان تجاهله في ظل حديث متزايد عن فشل خطط التعليم المختلفة رغم الجهود التي بذلت لتحسين أدائه. مبارك لحواء الموريتانية هذا التصدر. أفادت مصادر إعلامية أن لجنة مراجعة ملفات معتقل غوانتانامو في الولايات المتحدة الأمريكية أصدرت توصية بإطلاق سراح السجين الموريتاني المعتقل بغوانتانامو محمد والصلاحي الذي يقبع في زنزانته منذ 15 عاما، ويعتبر والصلاحي آخر سجين موريتاني في هذا السجن الرهيب بعد السجين أحمد والعبد العزيز الذي تم الإفراج عنه مؤخرا. نظم خريجو مدارس الصحة العمومية في مدينتي كيفا وروسو وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة احتجاجا على ما أسموه قرار التراتبية الوظيفية الذي أصدرته الوظيفة العمومية مؤخرا. القرار صنف المحتجين الذين تم اكتتابهم على أساس أنهم ممرضو دولة وقابلات إلى مساعدين، وقال الخريجون أنهم تفاجؤوا من قرار الوزارة بعد عام ونصف
من العمل الميداني. هذه الدفعة خلق لها إقصاء غريب بالنسبة للدفعات اللي تخرجوا معنا. دفعت احنا من كيفة من ولاية الأقصاب، وبالنسبة للدفعات الأخرين كاملين اللي تخرجوا معنا نداروا في نظام، ونحن للأسف ندرنا في نظام ثاني خالق نظام قالوا نظام الأسلاك، لكن نظام يلا يطبق لا على الدفعات اللي معافات وقاعد دخلوا المدرسة وطبق علينا احنا ذا النظام. وتو بالتالي جينا للوزارة، وجينا للوزارة الأخرى اللي هي وزارة الوظيفة العمومية، والحقيقة قالوا أنه حلول، يقال هاي حلول ما رأينا لها شيء. أعلنت الأركان العامة للجيوش المالية عن مقتل 17 من جنودها وجرح 35 بعد سيطرة جماعة ما تعرف بجماعة الفلان خلال سيطرتها على قاعدة عسكرية بمدينة نامبالا القريبة من الحدود الموريتانية. وكانت قيادة الجيش المالي قد تحدثت عن تحالف بين جماعة الفلان وحركة أنصار الدين. بهذا الخبر نأتي نهاية أخبار الساحل وقد تابعتم فيها. الرئيس الموريتاني يزور قرية التراث والثقافة المنومة على هامش القمة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للعرب يعقد أول جلساته بنواكشوط. الاستعدادات لاجتماعات القمة العربية تثير إشاعات بنواكشوط حول حقيقة التنقل بين أحياء المدينة والجهات النافذة في الشائعات. مالي تعلن مقتل 17 من جنودها وجرح 35 بعد سيطرة جماعة مسلحة على قاعدة عسكرية. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الانترنت ساحل.tv. دمتم في أمان الله.